السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرة التاسعة من قناة ليبيا الأحرار. والبداية بأبرز العناوين. السراج يأمر بتعزيز الوحدات العسكرية في كافة المحاور، ورئيس الأركان يؤكد تقدم قوات الوفاق على مختلف الجبهات. غوتيريش يقول إن حفتر اشترط سيطرته على طرابلس قبل تشكيل أي حكومة، ويصف حكومة ثني بالموازية والبائدة. الرقابة الإدارية بالبيضاء تكشف عن مخالفات صارخة لحكومة الثني وصرفها أكثر من 10 مليارات في العام الماضي. أهلا بكم مشاهدين إلى التفاصيل. أصدر رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج أوامره بتعزيز الوحدات المقاتلة في كافة المحاور بالاحتياجات التي تتطلبها العمليات العسكرية لصد عدوان حفتر على طرابلس. وجاءت هذه الأوامر خلال لقاء السراج برئيس الأركان العامة محمد الشريف، الذي أكد بدوره أن قوات الجيش والقوات المساندة له تحقق تقدما على مختلف المحاور. بعدما شاع من اتهامات خلال الأيام الماضية لرئيس المجلس الرئاسي حول تقديمه تنازلات لإيقاف الحرب وبدء المفاوضات مع بقاء الوضع الميداني كما هو عليه، السراج يصدر أوامر جديدة بتعزيز الوحدات المقاتلة في كافة المحاور بالاحتياجات التي تتطلبها العمليات العسكرية. الأوامر هذه جاءت بعد مباحثات أجراها السراج مع رئيس الأركان العامة محمد الشريف، تناولت آخر تطورات الوضع الميداني وسير العمليات في محاور القتال بمنطقة طرابلس الكبرى ومحيطها، فضلا عن الإجراءات العسكرية المتخذة لتأمين مدينة غرجان وآليات التنسيق بين المناطق العسكرية لتأمين المنطقة الغربية بشكل عام. رئيس الأركان العامة محمد الشريف من جهته أكد خلال اللقاء أن قوات الجيش الليبي والقوات المساندة تحقق تقدما على مختلف المحاور وتعزز مواقعها في مختلف الجبهات، حيث أصبحت على مشارف الحدود الإدارية لمدينة ترهنة. وأمام التطورات الميدانية الجديدة، أكدت البعثة الأممية في ليبيا حصول ما وصفته بالتطور المشجع في قمة الدول السبع بباريس، مشيرة إلى نية البعثة ما سمته ترميم موقف دولي موحد تجاه ليبيا بناء على هذا التطور. وستواجه البعثة الأممية إن نجحت في صناعة موقف جديد تحديات بإقناع أطراف النزاع على الأرض بوقف إطلاق النار، والتي ما انفكت تؤكد عزمها على مواصلة القتال حتى تحقيق أهدافها العسكرية. ولا يبدو أن حكومة الوفاق ستكون في ورد الموافقة على وقف إطلاق النار في ظل التقدم الذي حققته في محاور القتال دون الاستجابة لشروطها بعودة القوات المعتدية على العاصمة إلى تمركزاتها في الوقت الذي يربط فيه مسلح حفتر وقف إطلاق النار بالبقاء داخل مواقعهم في المنطقة الغربية. ميدانيا، أفاد القائد الميداني بمحور ستارنا أنس يعقوب الخميس بأن المحور يشهد هدوءا حذرا عقب الاشتباكات التي شهدها يوم الأربعاء، مشيرا إلى وجود طيران مسير حربي بالأجواء. هذا وقال عقوب في تصريح لليبيا الأحرار إن الخطة العسكرية كانت تعتمد في المرحلة الأولى من العدوان على استنزاف العدو، وإن المرحلة الثانية بدأت الآن باكتساب مواقع جديدة ما قبل مدينة ترهونة على حد قوله. وكانت قوات حكومة الوفاق بمحور ستارنا قد التحمت الأربعاء مع محوري الجوعة وانشيع في ظل انسحاب مسلحي الكاني من المكان، الأمر الذي أدى لسيطرة على منطقة المنارة وفق قوله. بعد يومين على صد هجوم قوات حفتر على مدينة غريان وسيطرة قوات حكومة الوفاق على بوابة القضامة جنوبي المدينة، وبالتزامن مع تمركزها على مشارف الحدود الإدارية لمدينة ترهونة، أحرزت قوات الوفاق تقدمات عدة في عدد من محاور القتال المختلفة في تخوم العاصمة.
المناطق التي جرى السيطرة عليها هي الزياينة والقراكطة وعدد من تمركزات مسلحي حفتر، وفق ما أفاد به آمر محور القوعة محمد العائب، الذي أشار إلى أنهم ينوون التقدم تجاه مواقع أخرى لمسلحي حفتر. ومع استمرار قوات حكومة الوفاق في اكتساب مواقع جديدة، أكد آمر محور زطارنا بعملية بركان الغضب محمد عيسى خلال حديثه لليبيا الأحرار الإربعاء التحام قواتهم مع محوري القويعة ونشيع وانسحاب مسلحي الكاني من المكان، الأمر الذي أدى لسيطرة على منطقة المنارة التي وصفها بالمهمة والاستراتيجية، وأنها كانت تمثل خلال الفترة الماضية تمركزا لمسلحي الكانيات في المنطقة. وعقب هذه التقدمات التي أحرزتها قوات حكومة الوفاق، جدد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج دعوته لمن سماهم المغرر بهم والمتورطين في القتال ضمن صفوف مسلحي حفتر إلى تسليم أنفسهم قبل فوات الأوان، متعهدا بمعاملتهم معاملة كريمة، مؤكدا حرصه على متابعة تأمين غريان عسكريا وأمنيا ضد أي عدوان جديد، وتوفير كافة الخدمات واحتياجات المواطنين وفق نص البيان. صد هجوم مسلحي حفتر في غريان وتقدم قوات الوفاق في عدد من المحاور يراه مراقبون وخبراء في الشأن العسكري أنها فرصة مواتية لقوات عملية بركان الغضب لاستغلالها على الأرض في ظل تراجع معنويات القوات المعتدية وخسارتهم المتتالية لتمركزاتهم واعتمادهم على الطيران المسير وعدم تحقيق أي نتيجة تذكر منذ 5 أشهر على شن عدوانهم على العاصمة. ونبقى مع ملف العدوان، حيث قال الناطق باسم وزارة الداخلية المبروك عبد الحفيظ إن الأوضاع في مدينة غريان تحت السيطرة أمنيا وعسكريا من قبل غرفة العمليات المشتركة التابعة لحكومة الوفاق ومديرية أمن غريان. هذا وحذرت داخلية الوفاق في بيان لها كل من تسول له نفسه بث الفتنة أو الإخلال بالأمن والسلم الأهليين، بأنهم لن يتهاونوا في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والاحتياطات الأمنية التي من شأنها حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم وفق البيان. على الصعيد الإنساني، أكد الهلال الأحمر استلام 4 جثث تعود لأسرى تابعين لقوة حماية غريان كان قد جرى القبض عليهم أحياء. إذن هذا وقال مراسل ليبيا الأحرار إن الأسرى كانوا قد احتجزوا في الهجوم الأخير لمسلحي حفتر على مدينة غريان بمنطقة غطريح، لافتا إلى أن الجثث وصلت إلى مستشفى غريان وتمت مراسم الدفن بعد صلاة العصر اليوم الخميس بميدان الشهداء في غريان. قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن هجوم قوات حفتر على طرابلس بهدف السيطرة عليها تسبب في وقف العملية السياسية في ليبيا وزيادة الخلاف الحاد داخل الساحة السياسية. وأكد غوتيريش في تقرير شامل تناول مختلف الأوضاع في ليبيا، أكد أن حفتر اشترط سيطرة قواته على طرابلس قبل الدخول في أي مفاوضات أو تشكيل حكومة وحدة وطنية، مشيرا إلى أن جميع المحاولات الرامية لوقف العنف واستئناف الحوار باءت بالفشل وفق وصفه. هجوم قوات حفتر على العاصمة طرابلس أوقف العملية السياسية وزاد من الخلاف الحاد داخل الحياة السياسية في ليبيا، تصريحات ربما ليست بالجديدة لأي متابع للمشهد الليبي، لكن أن تأتي من أعلى هرم في الأمم المتحدة وعلى لسان أمينها أنطونيو غوتيريش فهو الجديد الذي يحمل رسائل كثيرة بعد مضي أكثر من 4 أشهر من عدوان حفتر على العاصمة طرابلس. غوتيريش وفي تقرير شامل موجه لمجلس الأمن عن آخر التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في ليبيا، أكد أن حفتر اشترط سيطرة قواته على طرابلس قبل الدخول في أي مفاوضات أو تشكيل حكومة وحدة وطنية، وأن جميع المحاولات الرامية لوقف العنف واستئناف الحوار باءت بالفشل،
مرحبا في الوقت ذاته بمبادرة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج لاستئناف العملية السياسية. وعن غياب مجلس النواب عن المعادلة في ليبيا، ذكر الأمين العام أن مجلس النواب في طبرق يفتقر للنصاب القانوني لاتخاذ القرارات في ظل عقد مجموعة أخرى من النواب لجلسات المجلس في طرابلس. كما وصف التقرير الحكومة المؤقتة في البيضاء بالحكومة الموازية والبائدة، والتي أصدرت تعليمات للسلطات في سبها بعدم المشاركة في الانتخابات البلدية التي نظمتها حكومة الوفاق بحسب التقرير. ولم يغب عن التقرير اختطاف مجموعة مسلحة لعضو مجلس النواب سهام سيرجيوا من منزلها في بنغازي، الذي قال عنه إنه يأتي وسط استمرار المخاوف بشأن المحاولات لإسكات النساء وإقصائهن من المؤسسات السياسية، إضافة للتخوف من ارتفاع معدلات الجريمة والاحتجاز التعسفي. كما أوصى غوتيريش بضرورة محاسبة مرتكبي الجرائم، وأن جميع الهجمات العشوائية محظورة بموجب القانون الدولي والإنساني، مجددا تأكيده بأن لا حل عسكريا في ليبيا، داعيا لوقف القتال والعودة إلى طاولة الحوار السياسي. تقرير غوتيريش وإن لم يأتي بجديد في وصفه للوقائع في ليبيا، إلا أنه قد يكون نقلة وتطورا في خطاب البعثة، يضع حفتر وداعميه الدوليين والإقليميين في موقف حرج لا يحسدون عليه. في موضوع آخر، نفى المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي صحة البيان المنشور عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا تعرضها للاختراق. هذا وتبنت قنوات تابعة للإمارات والسعودية وروسيا بيان حكومة الوفاق المزور ونشرته لحظة اختراق حسابات حكومة الوفاق. كان البدء باختراق حساب المجلس الرئاسي على منصة تويتر على إثره بيان الاستقالة، جرى الإدلاء بتصريح مغلوط لربما تمناه المخترق أو من دفعه لذلك من مموليه ومن وراءهم. مفاده استقالة المجلس الرئاسي وتسليمه السلطة لحكومة الثني وتسليم تنفيذ الترتيبات الأمنية لخليفة حفتر. ما نشر ليس له أي أساس من الصحة، وذاك ما قاله الرئاسي في بيان لاحق نفى فيه صدور أي بيان من جانبه، مؤكدا أن الصفحات التابعة له قد تعرضت لعملية اختراق. فضيحة الاختراق وجسامته سابقة خطيرة وفاضحة في الآن نفسه، في تحميل القصة الإخبارية الملفقة المنسوبة إلى الرئاسي وأعضائه لتتلقفها وسائل إعلام محلية تابعة لحفتر وأخرى عربية تابعة للسعودية والإمارات، دون أن تنتظر للتأكد من صحة البيان الذي يفتقد للتماسك المنطقي في مشهد أعاد إلى الأذهان حادثة اختراق وكالة الأنباء القطرية عام 2017. تمرير الرسائل عبر عمليات الاختراق ليس جديدا على حفتر وداعميه، الذين لجأوا أكثر من مرة لمحاولات اختراق والتشويش على قنوات خصومهم، والتي كان آخرها التشويش على قناة ليبيا الأحرار في مايو من العام الحالي. ودائما ما يعمد مؤيدو حفتر إلى قلب الحقائق بعد كل فشل عسكري عبر ادعاءات بالسيطرة على مواقع قبل أن يصلوا إليها، تماما كما حصل في حروبهم في بنغازي ودرنا والجنوب، إضافة إلى ادعاءاتهم المستمرة بشأن السيطرة على أجزاء كبيرة من طرابلس التي فشلوا في الدخول إليها بعد أكثر من 4 أشهر منذ بدء العدوان في 4 من أبريل الماضي. وينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول بسام شحاداث، خبير مواقع التواصل الاجتماعي. أهلا بك بسام عبر قناة ليبيا الأحرار. أهلا وسهلا بكم بسام. كيف تتم عملية الاختراق لمثل هذه الحسابات الحكومية، خصوصا وأن الحساب موثق؟ حياكم الله جميعا. بالنسبة لعمليات اختراق حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، هنالك يعني دعيني أقول عشرات من الأسباب التي قد يكون أدت إلى اختراق الحسابات، لكن أشهر الحالات هي أن يقوم يعني إما أن يكون النوع من أنواع الهندسة الاجتماعية، كأن يكون المخترق بتخمين كلمات السر التي يستعملها صاحب الحساب أو الجهة التي تملك الحساب، وعبر ذلك يستطيع الدخول إلى هذا الحساب. لكن في هذه الحالة التي نتحدث عنها نستبعد هذا النوع من الخيارات، لأن دائما الحسابات هذه تكون موثقة ومرتبطة بتأمين ثنائي، يعني
من درجتين، أن يكون تأمين عبر كلمة السر أو إرسال رسالة SMS إلى هاتف جوال. الآن يتم اختراق هذا النوع من الحسابات عبر اختراق الجهاز الذي يعمل به، الذي يعمل عليه، أو يتم اختراق أجهزة الهواتف للأشخاص المسؤولين عن هذه الحسابات عبر إرسال إيميلات مشبوهة، أو عبر إرسال روابط تحوي فيروسات أو تحوي أساليب يعني للاختراق. عندما تصل هذه الرسالة إلى الشخص الذي يعني مستهدف، يفتح هذه الرسالة أو يضغط على الرابط، يقوم بتنصيب برنامج معين، فيتم الوصول إلى جهازه وإلى كافة البيانات التي في الجهاز، ومنها بيانات الدخول، كلمة السر وغيرها. ومن ذلك يتم الدخول إلى حساب تويتر أو فيسبوك الذي سيتم اختراقه، ومن ثم تغيير كلمة السر، وبذلك يتم الاختراق. الآن منصات التواصل الاجتماعي كتويتر وغيرها، عندما تكون لديها حسابات موثقة، فهي لديها طريقة لتأكد من أن هذا الحساب حقيقي أو غير حقيقي، وأن هذا التغيير حقيقي أو غير حقيقي، ويتم استعادة الحساب بسهولة عبر الجهة التي تمتلك توثيق هذا الجهاز أو هذا الحساب. طيب سيد بسام، إن لم أكن مخطئة، مراكز الدعم لمواقع التواصل الاجتماعي ومنها فيسبوك وتويتر مقراتها في الإمارات، هل هناك احتمالية أن يكون لها يد ربما في المساعدة في حدوث هذا الاختراق؟ صحيح، أغلب الشركات الكبرى لديها مقرات في دبي أو حتى في مصر، لكن أعتقد أن يعني تدخل يعني هذه الدول في هذه الحسابات هو أمر صعب جدا، لأن يعني هذا إذا حصل سيكون فضيحة كبيرة جدا لهذه المؤسسات. هم يحاولون دائما أن يكونوا بعيدين عن تدخل الدول حتى وإن كان لديهم مقرات. كلمات السر والمعلومات الحساسة في هذه الحسابات لا تكون مخزنة في سيرفرات موجودة في هذه الدول، هي موجودة في سيرفرات في الاتحاد الأوروبي أو حتى في الولايات المتحدة الأمريكية، ودائما المسؤولين عن يعني عن مكاتب الإقليمية في دبي أو حتى في القاهرة هم لديهم وصول محدود إلى البيانات، لا يستطيعون الوصول إلى كافة أنواع البيانات. طيب الآن عملية الاختراق وقعت فعلا وتمت بنجاح، ولكن هل يمكن تتبع والوصول إلى مصدر من قام بالاختراق؟ طبعا يمكن ذلك، وأكثر جهة لديها بيانات عن هذا الموضوع هي منصة تويتر بنفسها، هي لديها بيانات عن آخر دخول للموقع، من هو الذي دخل وكيف غير كلمة المرور، ومن أي جهاز، ومن أي IP، من أي دولة، من أي مدينة، هي لديها كل هذه المعلومات. وأعتقد أنه ممكن إجبار هذه المؤسسات على الكشف عن هذه البيانات عبر القضاء أو عبر الضغط الحكومي، حتى يتم كشف من هو الجهة أو من هي الأشخاص، من أي دولة، من أي مدينة، من أي أجهزة كمبيوتر، من أي أرقام هواتف تمت هذا الاختراق. طيب سيد بسام، كيف يمكن تأمين الحسابات الحكومية لكي نمنع حدوث مثل هذه الحادثة مرة أخرى، خاصة وأن بعض الحسابات الحكومية لربما عند اختراقها توضع معلومات تكون حساسة بعض الشيء، فما هي الإجراءات ممكن لتأمين الحسابات الحكومية؟ يجب أولا أن نستعمل أجهزة يعني أو بداية يجب أن يكون عدد الأشخاص المتاح لهم الوصول إلى هذه الحسابات قليل جدا، لا يتم تشاركة هذه الحسابات مع عدد كبير من الأشخاص. الأشخاص الذين لديهم وصول لهذه الحسابات يجب أن يكونوا مؤمنين رقميا، أجهزتهم كلها محمية، أجهزتهم كلها لديها مضادات فيروسات بأفضل أنواع مضادات الفيروسات، يكونوا مدربين على الحماية الأمنية الرقمية، من حيث أن لا يستعملوا أي برامج مشبوهة، لا يفتحوا أي إيميلات عليها ممكن أن تكون يعني فيها فيروسات أو برامج تجسس، لا يعني لا يتلقوا رسائل أو يضغطوا على روابط أو يدخلوا على مواقع ممكن أن يكون فيها ذلك الشيء. يجب أن يتم رفع الوعي الأمني الرقمي للأشخاص المسؤولين عن هذه الحسابات لتخطي هذا النوع من عمليات الاختراق. جميع المؤسسات الحكومية في كل أنحاء العالم تتعرض لحملات خرصنة مثل هذا النوع، لكن إذا كان الفرق العمل التي تعمل مدربة على الحماية الأمنية الرقمية فهم ممكن أن يحموا أنفسهم بشكل جيد. نعم السيد بسام شحاذات، خبير مواقع التواصل الاجتماعي، كنت معي عبر الهاتف من إسطنبول، شكرا جزيلا لك. سياسيا أيضا، قال مبعوث الرئيس التركي إلى ليبيا أمر الله إشلر إن الجهود التركية في ليبيا تصبو إلى تحقيق الاستقرار والتوصل إلى تسوية سياسية
تأخذ بعين الاعتبار مطالب الشعب. ولفت إشلار إلى أن تركيا ترى أن لا سبيل للبحث عن حلول للأزمة الليبية باستخدام الوسائل العسكرية التي من شأنها تقويض واستقرار البلاد، مشددا على أن خليفة حفتر مسؤول عن جر ليبيا إلى الأزمة منذ مايو 2014 وإجهاد الحلول السياسية منذ عام 2016 وفق قوله. كشف التقرير السنوي لهيئة الرقابة الإدارية في البيضاء ارتكاب حكومة الثني مخالفات إدارية ومالية وصفتها بالصارخة العام الماضي. وأوضحت الهيئة في تقريرها أن الحكومة صرفت لوزاراتها وهيئاتها ومؤسساتها والأجهزة والشركات التابعة لها ما إجماليه 10,700,000,000 دينار في 2018. مخالفات إدارية ومالية صارخة قامت بها حكومة الثني كشف عنها تقرير هيئة الرقابة الإدارية بالبيضاء عن عام 2018، تضمنت توسعا في صرف التذاكر وبدل المبيت والحجوزات الفندقية والإعاشة، إضافة إلى شراء السيارات والقرطاسية رغم عدم وجود مورد حقيقي لتغطية هذه النفقات. ووفقا لتقرير الهيئة، فقد بلغ ما صرف لوزارات وهيئات ومؤسسات وأجهزة وشركات حكومة الثني العام الماضي 10,700,000,000 دينار، صرف منها أكثر من 1,700,000,000 دينار لصالح إدارة الحسابات العسكرية، و1,455,000,000 دينار لصالح وزارة الدفاع. وفيما يخص المخالفات المالية التي تضمنتها هذه المصروفات، فقد بلغ ما ترتب عنها تحت بند التذاكر وبدل المبيت 3,700,000 دينار، من ضمنها 3,000,000 صرفت لشركة تعهدات وخدمات مقابل علاج وإقامة شخصين في ألمانيا دون تحديد هويتهم والجهات التابعين لها. ووفقا للهيئة، فإن التوسع في صرف التذاكر وبدل المبيت نتج عن منح تذاكر لأشخاص لا تربطهم أي علاقة وظيفية بمجلس وزراء حكومة الثني. أما بند الحجوزات الفندقية والإعاشة فقد استغل للإنفاق على غير مستحقيه حسب وصف هيئة الرقابة، وبلغت قيمة المصروفات تحت هذا البند بالمخالفة 1,700,000 دينار، منها 250,000 صرفت كعهدة مالية لأحد موظفي ديوان الوزراء لتغطية متطلبات مقر إقامة الثني دون تفصيل هذه المتطلبات. تقرير الهيئة رصد أيضا مخالفات جديدة لمدير مكتب الثني الذي كان قد نبه بشأن تكليفات مباشرة بمشاريع وتوريدات كان قد أجراها بالمخالفة عام 2017 وكررها العام الماضي، حيث كشف التقرير عن 6 مخالفات قام بها وكبدت الخزانة مصروفات تجاوزت 3,835,000 دينار. في سياق ذي صلة، نبه بيان أصدره ديوان المحاسبة إلى خطورة عدم امتثال الكثير من الجمعيات العمومية في الشركات العامة لقرار مجلس الوزراء الصادر في 2018 الماضي والخاص بضرورة تطوير النظم الداخلية للشركات بما يتوافق مع قواعد الحوكمة الرشيدة ومنع تضارب المصالح. وأشار البيان إلى أنه تم رصد العديد من حالات تعارض المصالح والتي تؤثر سلبا على أداء شركات القطاع العام والحفاظ على أموالها وعلى الثقة في مصداقية وموثوقية البيانات والتقارير الصادرة عنها، لافتا إلى أنه سيشرع قريبا في اتخاذ إجراءات قانونية في حق كل الجهات التي تتباطأ في تنفيذ وتهدف إلى الاستمرار في حالة الفوضى حسب نص البيان. مشاهدينا الكرام، هذه النشرة متواصلة وفيها بعد الفاصل. تعليم الوفاق تؤكد وقوع تسريب للأسئلة في مادة الأحياء بمناطق الجوش، الحرابة والرحبات وتتعهد بمحاسبة المسؤولين عنها. نحن لا، اذا كان تعرفت نعرف ان معاش نختلفوا الليبيين، باقي الليبيين، لان
ما فيش واحد طلع لنا كيف مسك سلاحه ويقول بنحكمكم بالقوة. ضروري نديروا عفو عام، ضروري نديروا الحثحات على مفات اللي صدر في بداية تأسيس الدولة. يعني هالحاجات هذه النهي لابد منها، إذا كان وصلنا لهنش لأن 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 فيه أشياء سائرة كبيرة. فإذا كان ما عفيناش بعضنا وما حطيناش دينا في دين بعضنا وصلحنا وصلنا ببلادنا لبرلمان، معناها نستمروا في الحرب ما فيهاش فايدة، وخاصة إذا كان انتهت النماذج اللي كيف حفتر اللي هو ما عادش فيه كثير، هو بس الرئيس اللي يجي يغزو. يعني يطلع من برقة طالع من رجمة جاي بجيش جرار داخل طرابلس قالت لك يا خليفة تعال انقذني والله ما أنا اللي دي، يعني كلام فاضي علشان يحكم هو وأولاده وقبيلته، وهالكلام الفاضي اللي يدير فيه. لأن هذه المذبحة لن يستفيد منها إلا المجرمون، وأنتم تقولون أنكم ضد الإرهاب وضد المجرمين. نحن شعب كما تروننا نقاتل في سبيل الحرية، نقاتل في سبيل تأثير الديمقراطية. لسنا إرهابيين ولسنا عملاء للعسكري تاريا، ولسنا عملاء للعسكري تاريا. ولذلك نطلب منكم أن تكونوا عونا للحقيقة وعونا للديمقراطية وعونا للإنسانية جمعا. أما الحواضر فأنا أنصحهم أن يبتعدوا عن محاضنة هذا المجرم السفاح، السراج يأمر بتعزيز الوحدات العسكرية في كافة المحاور، ورئيس الأركان يؤكد تقدم قوات الوفاق على مختلف الجبهات. غوتيريش يقول إن حفتر اشترط سيطرته على طرابلس قبل تشكيل أي حكومة، ويصف حكومة ثاثني بالموازية والبائدة. الرقابة الإدارية بالبيضاء تكشف عن مخالفات صارخة لحكومة الثني وصرفها أكثر من 10 مليارات في العام الماضي. أهلا بكم من جديد. لا تزال بلدية سبها والمدن المجاورة لها تستقبل العديد من الأسر النازحة من مدينة مرزوق في ظل تسجيل نزوح أكثر من 450 أسرة في مدينة سبها فقط. وتوزعت الأعداد الأخرى على مناطق وبلديات وادي عتبة وأباري ووادي الشاطئ وغيرها وسط غياب الدعم الحكومي والرسمي، الأمر الذي زاد من معاناة النازحين. لنتابع. بعد مرور قرابة الشهر على موجة نزوح أهالي مدينة مرزوق، لا تزال بلدية سبها وضواحيها تستقبل عديداً من الأسر النازحة، فالإحصائيات تشير إلى نزوح أكثر من 450 عائلة في مدينة سبها فقط، بينما توزعت الأعداد الأخرى على مناطق وبلديات وادي عتبة وأوباري ووادي الشاطئ وغيرها. أعداد المحصور اللي احنا الآن تمكننا منها في منطقة سبها أو في بلدية سبها 450 عائلة، ووادي عتبة 1300 عائلة، فنقل 77، طراقن 270، الشاطي 63 عائلة. تقديم الخدمات الطبية والمساعدات الإنسانية لنازحي مدينة مرزوق لم يكن بالأمر السهل، خاصة مع ازدياد أعداد النازحين بشكل مستمر. فرغم دعم فاعلي الخير وبعض المنظمات الدولية، فإن غياب الدعم الحكومي والرسمي زاد من معاناة النازحين. الناس تجمع في غتات وتجيب فيهن، وإحنا وسيط نوسطوا فيه للمهجرين، الناس أخوتنا أهلنا في مدينة مرزوق. أمس طبعا منظمة الهلال الأحمر جابت حقيقة سيارة ووزعتها وبارك الله فيهم،
والناشد من هنا نداء استغاثة لكل المنظمات الدولية وكل الجمعيات الأهلية في ليبيا وخارج ليبيا أنهم يقدموا المساعدات لإخوانهم النازحين من مدينة مرزق. يسابق فاعل الخير الزمن هنا من أجل توفير كافة المستلزمات والمساعدات الضرورية للنازحين إلى حين إيجاد حل ينهي معاناتهم ويسهم في عودتهم إلى مدينتهم. أكد وزير التعليم بحكومة الوفاق عثمان عبد الجليل وقوع تسريب للأسئلة في مادة الأحياء بمناطق الجوش الحرابة والرحبات واكتشاف المسؤولين عنها. وأضاف عبد الجليل في مؤتمر صحفي الخميس بطرابلس أن المتهمين أنكروا في البداية تسريب الأسئلة رغم وجود أدلة كافية على تورطهم قبل أن يعترفوا عقب تسليمهم لقسم البحث الجنائي بطرابلس بمسؤوليتهم عن الحادثة. وأوضح عبد الجليل أن المتورطين في قضية تسريب الأسئلة كثر وسيتم تسليمهم كافة لمكتب النائب العام لمحاسبتهم قانونيا، مؤكدا أن لجنة الامتحانات رأت أن عملية التسريب لم تؤثر على الامتحانات أو نتيجة الطلبة في كافة مناطق ليبيا. رسميا وزير التعليم عثمان عبد الجليل يعلن انتهاء الدور الأول من امتحانات الشهادة الثانوية لهذا العام في المناطق الخاضعة لإدارة حكومة الوفاق. وفق عبد الجليل فإن العملية الامتحانية لأكثر من 63 ألف طالب في مختلف المناطق تمت دون أي خروقات أمنية أو مشاكل، وهو ما يعتبر أمرا إيجابيا مقارنة بالسنوات الماضية. نقف اليوم طبعا لنعلن انتهاء الدور الأول لامتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2018-2019. أسبوعين كاملين من العمل المضني والمتواصل، سبقهم أشهر من الإعداد والتحضير. عبد الجليل قال أن التحدي الأكبر لهذه الدورة الامتحانية هو تدهور الوضع الأمني في عدة مناطق كمرزق وغريان وغيرها من مدن الساحل الغربي وورشفانة، إضافة إلى الحرب المستمرة في طرابلس منذ بداية إبريل الماضي. أما عن سير العملية الامتحانية فقد أشار الوزير إلى رصد نسبة لا تذكر من حالات الغش نفذها بعض الطلبة، إضافة إلى رصد عملية تسريب للأسئلة في مادة الأحياء القسم العلمي الخميس الماضي في منطقة الجوش قرب رحبات. تسريب قال الوزير أنه لم يؤثر أبدا على سير العملية الامتحانية أو نتائج طلبة المنطقة وما جاورها، حيث تم تصحيح أوراقهم ومقارنتها بنتائج طلبة العام الماضي ليتبين عدم وجود فرق كبير في النتائج، وذلك بحسب لجنة الامتحانات. اتفق الجميع على جلب أوراق الطلبة في تلك المادة من منطقة الجوش والحرابة والرحبات وتصحيحها بشكل فوري حتى نستطيع أن نأخذ قرار. من خلال التصحيح لم تبين النتائج أي انحراف عن نتائج العام الماضي. عبد الجليل أكد أيضا أن المتهمين بتسريب الأسئلة أنكروا في البداية مسؤوليتهم عن الحادثة رغم وجود أدلة كافية على تورطهم قبل أن يعترفوا بذلك عقب تسليمهم لقسم البحث الجنائي بطرابلس. اعتراف دفع الوزارة إلى التوسع في التحقيق ليتبين فيما بعد تورط عدد كبير من الأشخاص في القضية، بينهم معلمون وأعضاء هيئة تدريس وغيرهم. وبحسب عبد الجليل فإن وزارته ستستمر خلال المدة القادمة في تنفيذ حزمة من الإصلاحات في كافة قطاعات التعليم من حيث عدد الطلبة والمناهج وكوادر التدريس. ونبقى مع قطاع التعليم، حيث دعت نقابة العامة للمعلمين إلى اعتصام شامل بكافة المؤسسات التعليمية وإيقاف الدراسة للعام الدراسي المقبل حتى يتم تنفيذ قانون زيادة مرتبات العاملين في التعليم. إذن واشترطت النقابة في بيانها صرف الزيادة المقررة لعودة المعلمين والعاملين بقطاع التربية والتعليم إلى أعمالهم، قائلة إن هذه الخطوة تأتي في إطار الحفاظ على الحقوق المشروعة وتؤسس لأحقية المعلم في العيش الكريم في مجتمع يحترم ويقدر عمل المعلم. من جهته نفى مصرف ليبيا المركزي البيضاء ما يتردد حول تعطيله للقانون رقم 4 لعام 2018 الخاص بتعديل مرتبات المعلمين. وأوضح المصرف في بيان له الخميس أن تنفيذ القانون اختصاص أصيل لوزارة المالية
وليس من ضمن اختصاصاته وفق قانون عمل المصارف، مضيفا أن محاولة توجه المعلمين إلى بوابة المصرف المركزي عمل غير مسؤول وغير واع، وينم عن جهل بطبيعة عمل مؤسسات الدولة وحدود مسؤولياتها وفق نص البيان. قدمت بلدية سوق الجمعة مذكرة إلى حكومة الوفاق طالبت فيها بتسلم المجلس الرئاسي ملف الكهرباء بعيدا عن إدارة الشركة. وورد بالمذكرة وفق الحساب الرسمي للبلدية أن على الرئاسي ألا يترك ملف الكهرباء لمجلس إدارة الشركة الذي لم يفلح في حلحلته بعدما وصلت الأزمة إلى مسألة أمن قومي حسب تعبيره. وأكد بلدي سوق الجمعة مساعيه لإيصال أصوات المواطنين من أزمة الكهرباء، محملا المسؤولية كاملة للشركة إلى جانب الرئاسي الذي يملك الحل وفق البيان. يشتكي الأهالي المجاورون للمكب المرحلي للقمامة ببلدية أبو سليم من عملية توسعة المتواصلة للمكب إلى الحد الذي سيحتل المساحة أمام بيوتهم ويغمرهم في بيئة أكبر من التلوث والأمراض. نعم، رفع أقوام القمامة باتت تجاور مقر المركز الوطني لتشخيص وعلاج أطفال التوحد، ومع تكرار شكاوى الأهالي إلا أن الحلول ما زالت غائبة والمعاناة مستمرة. لنتابع المزيد في سياق التقرير التالي. أعمال توسعة لمكب أبو سليم المرحلي للقمامة عبر تجهيز المساحة المجاورة له وتمهيدها إلى درجة أن يشمل المكب بعد التمديد حرم سكن أكثر من 18 عائلة تقطن جواره حالياً، إضافة إلى حرمانهم من الماء لشهور واعتمادهم على صنبور واحد لجلب الماء يدوياً للبيوت. هموم يومية ثقيلة تبحث عن حلول في أروقة الحكومة. جنبنا مكب ومازال في الجديد يجينا وين قدامنا وين ما واقفين احنا توا، اول ما يتسكر الطريق من الحرب بيجوا يحطونا القمامه هنا. 2013 المجلس المحلي حولنا باشاره من المهندسين عندهم تقارير ان التنفس والبيئه ملوثه والمياه ملوثه وحساسيه للجسم، ومع هذا ما استجابوش معنا، قالوا لنا حولونا على البلديه الرئيسيه. البلديه الرئيسيه مشينا قالوا لنا لما الدوله تجي وتوقف على رجلها. قلنا معليش، لنا كانت 100 متر علينا، لكن توا فم الباب شوفها يبلع. المجلس البلدي كان وجهه الاهالي الاولى للشكوى والاحتجاج، لكن الازمه اكبر من صلاحياته وامكانياته، خاصه وان المركز الوطني لتشخيص وعلاج اطفال التوحد جهز حديثا على بعد امتار قليله من جبال القمامة بالمكب. لم يتم تسليم سيارات الرش من 2013، هم يوعدوا بالمجلس المحلي لما كان مجلس محلي، واليوم احنا كمجلس بلدي يوعدوا فينا لم يتم تسليم أي سيارة رش، ولم يتم تسليم أي سيارة أطفاء حسب الاتفاق اللي بيننا وبينهم، وعدم لم يتم تسليم أي سيارة إسعاف يعني حسب الاتفاق اللي بيننا وبينهم أكثر من اجتماعات. مكتب الإصحاح البيئي بذل جهوده في متابعة تطور المشكلة بيئياً ورصد أضرارها وآثارها على المنطقة والأهالي وتقديم توصياته للجهات المسؤولة. المكب لا تتوفر فيه الاشتراطات الصحية، عبارة عن مكب بداية يتم رمي النفايات مباشرة على الأرض، تراكم هذه النفايات تؤدي إلى تسرب لعصارة النفايات للتربة ويحدث تلوث للتربة، قد يحدث تلوث للمياه الجوفية، بالإضافة إلى تراكم النفايات لفترة طويلة خاصة فصل الصيف يؤدي إلى اندلاع تلقائي للحرائق. زي ما نعرفوا حرق اللدين والبلاستيك يؤدي إلى إنتاج الدوكسينات، والدوكسينات هذه مادة مسرطنة خطيرة جدا. أزمة بيئية لها آثارها الصحية والاجتماعية والنفسية على العائلات وخاصة الأطفال ما زالت تدق ناقوس الخطر، بينما يتلقى الأهالي الوعود ويدبرون أمورهم حسب إمكانياتهم المتاحة والانفراج تلوح في الأفق. لقناة ليبيا الأحرار، أحلام الكماشي، طرابلس. بعد تكرار فيضانات الشوارع والطرق داخل العاصمة طرابلس كل موسم، هذا العام يشهد استعدادات مبكرة من قبل شركة المياه والصرف الصحي. ظروف الشركة بحسب مسؤوليها ليست بالجيدة، لكنها تسعى إلى أداء واجبها مهما كانت الظروف. لنتابع.
استعدادا لموسم الأمطار المقبل، بدأت مبكرا أعمال تنظيف الطرق ومسارات الماء الهاطل من فنيي الشركة العامة للمياه والصرف الصحي، وفي أكثر من موقع في شوارع العاصمة، تفاديا فيما يبدو من تكرار انسداد الشوارع ككل عام. عندنا حملة مباس وكاف مدينة طرابلس وفي عدة مدن طبعا في ليبيا، وحملة تنظيف شبكة شبكة الصرف الصحي واللي هي شبكة تصريف الأمطار يعني. لكن نتيجة لوجود توصيلات غير شرعية من المواطنين وبعض حتى الأشخاص يعني يقوموا بتوصيلات على الشبكة منظومة تصريف المياه الأمطار، بالإضافة زي ما قلت لك يعني إلى عطل في أغلب المحطات. يعني إحنا نعاني في إشكالية حتى في عدم توفر المضخات لمحطات الصرف الصحي وحتى محطات المياه يعني، فهمت؟ يعني زي ما نقول لك إحنا من 2013 تقريبا الدعم لا يغطي حتى المرتبات، يعني فرق التعريفة للاستهلاك المنزلي لا يغطي حتى المرتبات. ظروف صعبة تمر بها الشركة من نقص العمالة وضعف السيولة، إضافة إلى مديونيتهم على الشركات العامة التي تحول دون انفراج أزمتهم المالية. نظرا لعدم وجود عمالة، طبعا كنا كل عام نبدو بعدد من 16-17 فرقة، يعني كل فرقة بعدد 10 أشخاص، حاليا بدأنا بعدد 7 فرق فقط، لأن زي ما قلت لك موضوع السيولة غير متوفر، كذلك موضوع العمالة العارضة غير متوفر في السوق الليبي. احنا توجد بعض الصعوبات والعراقيل المالية كذلك طبعا من قبل الجهات العامة بعدم سداد المديونية المستحقة من شركة مياه والصرف الصحي والتي فاقت 235 مليون من الجهات العامة. تسعى الشركة إلى رفع اللوم عليها من المواطنين، وهي التي تعاني ما تعاني بحسب موظفيها. وفي حال توفر الظروف الجيدة يقول المسؤولون إنهم يعيدون بتحسين الخدمة. عبد الرحيم عطية، قناة ليبيا الأحرار، طرابلس. انتشرت في الآونة الأخيرة هواية التصوير الفوتوغرافي بين الشباب الليبيين في مختلف المدن والمناطق. إذن ويسعى بعض الشباب لتطوير مهاراته في هواية التصوير ليصل إلى درجة الاحتراف، بينما يتخذها آخرون مصدرا للعيش. المزيد حول ما تمثله هذه الهواية بالنسبة للشباب الليبي في سياق هذا التقرير. جاذبية تليق بجماله تحيط أكثر فأكثر بفن التصوير الضوئي لدى الناس. منذ كسر حاجز الأسود والأبيض وأخذ يطل بألوانه على الواقع ليعكسه بطريقته في مختلف الكاميرات، شباب أحبوا التصوير وأدركوا بأنه لم يعد هواية فحسب، بل مهنة من الممكن احترافها لتوفير مصدر رزق لهم. قررت أنا وعندي زميلي ثاني حتى هو أكرم نديروا مشروع اللي هو نبدو به، يعني شركة صغيرة عندها دخل محدود ورأس مالها محدود، وبدأنا بشوية من الصفر. فكل مرة يكلمنا شخص عندي تصوير كذا عندي تصوير كذا، نمشي طبعا نصوره له. بدأ الإقبال بشوية بشوية، الاسم بدأ ينعرف، في اللي قاعد يخي حتى يكلم فيه على الفيسبوك يتواصل معي، ترى عندي محل، عندي دعاية، عندي كذا. هؤلاء الشباب استثمروا هوايتهم بإنشاء مؤسسة صغيرة للتغطية الإعلامية برأس مال متواضع، أخذ ينمو تدريجياً ويكتسب خبرة ومكانة مميزة في هذا المجال. لم تكن البداية سهلة ولم تخلو من الصعوبات حسب قولهم. والله الصعوبات هي كانت في المعدات، تيجي تقولي المعدات ما قدرتش نتحصل المعدات من الأول، قعدت اللق بشوية بشوية، يعني تيجي تقولي نخدم حاجة نوفر المبلغ المالي ونقدر نشري، نجيب في حاجات يعني عن طريق تيجي تقولي عن طريق الأمازون حاجات زي تو، نجيب خش نشوف وناخد حاجاتي بشوية بشوية لين كونت عدة وقدرت نصور بها. التصوير أصبح ملجأ للعديد من الشباب حتى لمن يخلو من الموهبة، ولكن لا مجال للمقارنة بين المصور المبدع والآخر الذي يتخذ المجال مصدر دخل لا أكثر. بالنسبة للناس اللي هاوية التصوير أو مونتاج أو خاش في سوق العمل،
انه ما يترددش، يعني ما يقولش لا انا ممكن حاجتي ما تعجبش غيري، لا انت شوف الجانب المميز فيك ابرزه وري للناس، تعامل مع ناس اكثر باش تكسب خبره اكثر. وتبقى ليبيا تعج بمواهب شبابها الناضج والموهوب في جميع المجالات. وفي ظل هذه الظروف والتحديات الأمنية، ما تزال الكاميرا وعدستها تقدم الجمال وتوثقه وتعكس الواقع وترصده بحسب حاملها. يزخر جبل نفوسة بالعديد من المعالم السياحية الطبيعية التي تعتبر قبلة للزوار والسواح من مختلف مناطق ليبيا. ومن بين هذه المعالم ما يعرف بعين الزرقاء في مدينة جادو، وهي عين مياه طبيعية تطل على منحدر جبلي تحظى بإقبال الشباب عليها للسباحة صيفا وارتياد الأهالي لها شتاء للتمتع بجمال الطبيعة ومشاهدة جريان المياه في الوادي. عيون مائية طبيعية تزخر بها جادو، وهي في مجملها مواقع سياحية يتوافد إليها الأهالي والسياح، وأبرز تلك المواقع عين الزرقاء بمياهها ومحيطها الخلاب من الأشجار الخضراء المتشعبة التي تكسو العين وسط المنحدرات الجبلية. جاي اليوم للعين الزرقاء، منظر جميل بسم الله ما شاء الله، لكن تبي شوية اهتمام نظافة، اهتموا بها شوية، يعني منظر جميل زي هو غلط ان احنا نعملوه، اهتموا ببلادنا شوية. عين الزرقاء كالشاطئ لجبل نفوسة والساحل، إذ تعد قبلة للأهالي لا سيما الشباب في فصل الصيف للسباحة، وعليها يتوافد المواطنون بالمنطقة والسياح المحليون من مدن الساحل للاستمتاع والاستجمام بين أحضان الطبيعة. اهتموا بها في البداية وحاولوا يديروا لها طريق لوطة، ونظرا للتنافس ما بين الحكام وما بين المناطق وما بين القبائل أهملت وما صارش منها. بعد ما وصلت السيارة تنزل لوطة العين الزرقاء، بدأت الشباب في الصيف حتى تعلموا السباحة فيها، توا شباب المنطقة كلهم متعلمين السباحة في العين هذه. العين هذه فيها منطقة عميقة جدا، وفيها المنطقة أن حتى الشباب الصغير يخش متدرج، يعني بالتدرجك، وتعلموا السباحة فيها، وكانوا في الصيف كله توعد لنا يجوها الأجانب لما كانت ليبيا مفتوحة، يعني في فترات السبت والأحد ما تلقاش وين من الأجانب، سيارات وزيارة وصوروا وتغدوا، أصحاب المنطقة كلها جوها. وجود العين ضمن منحدر جبلي جعلها تنفرد بموقع جمالي خاصة في فصل الشتاء، إذ يمكنك مشاهدة ذلك الشلال عند جريان الوادي خلال موسم تساقط الأمطار. وصعوبة موقع العين من أكثر المشاق لدى الزوار، ونظراً لوعورة الطريق رغم تعبيد أهالي المدينة بعض الممرات من أعلى الجبل إلى أسفله في اتجاه العين. استهوته فكرة تزيين الهدايا للمناسبات الاجتماعية، فعمل على تطويرها وأدخل عليها عديد اللمسات. محمد سيد، شاب ليبي، أضافت إبداعاته للهدية رونقا آخر دفع الكثير إلى القدوم إلى محله لتزيين هداياهم. استهوته فكرة تزيين الهدايا للمناسبات الاجتماعية، فعمل على تطويرها وأدخل عليها عديد اللمسات. محمد السيد، شاب ليبي أضافت إبداعاته للهدية رونقا آخر دفع الكثير إلى زيارة محله لتزيين هداياهم. طبيعة شغلنا تغليف هدايا، تنسيق ديكورات، حفلات تخرج، عياد ميلاد، نخدمه في السوابيت والقفة زي عاداتنا الطرابلسية الزمنية. أكثر صعوبات نشوفها في بالنسبة للمحل هروب الضي، أكثرية خدمتنا تعتمد على السيليكون. تزيين الهدايا بطرق تختلف عن المألوف حسب ما قال محمد، تأتي بناء على رغبة الزبائن، فالهدية مهما اختلفت تحتاج إلى زينة معينة من أجل تقديمها إلى أصحابها حتى يتقبلوها بامتنان أكبر. طبعا خدمتنا تختلف بين الأعياد الميلاد والسوبيت والفضانيات، تزيين السيارات، كل حاجة بطريقة بروحها على رغبة الزبون. أكثر شيء يطلب في بقات ورد وبوكسات يبدو
يجيب الهدية مع الزبون وانا نص قالة بالورد والشوكولاتة. ظروف البلاد لم تؤثر سلبا على العديد من الشباب الذين أنشأوا مشاريع صغيرة تستخدم فيها مواد حديثة وتصميمات مبتكرة بدل الانتظار لفترات طويلة للحصول على عمل في مؤسسات حكومية. بهذا نصل إلى نهاية هذه النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. السراج يأمر بتعزيز الوحدات العسكرية في كافة المحاور، ورئيس الأركان يؤكد تقدم قوات الوفاق على مختلف الجبهات. غوتيريش يقول إن حفتر اشترط سيطرته على طرابلس قبل تشكيل أي حكومة، ويصف حكومة الثني بالموازية والبائدة. ورقابة الإدارية بالبيضاء تكشف عن مخالفات صارخة لحكومة الثني وصرفها أكثر من 10 مليارات في العام الماضي. ولمزيد من التفاصيل مشاهدينا تفضلوا بزيارة موقعنا على الإنترنت libyalahrar.tv وكذلك بقية منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء. في أمان الله.